تختتم اليوم فعاليات المؤتمر الدولي 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي يعقد لمدة يومين بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعقد المؤتمر تحت عنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني. للمزيد ينضم إلينا الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، أهم المحاور التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر؟ نعم إلهام، يعني في البداية بعد قليل أو احنا ننتظر الآن بدء وانعقاد هذه الجلسة الختامية لفعاليات هذا المؤتمر 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي انعقد هذا العام تحت عنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني. ها بعد قليل تنعقد هذه الجلسة الختامية، والتي كان قد سبقها أمسية لعدد من نخبة من كبار المبتهلين والمنشدين، قدموا مجموعة من الابتهالات والإنشاد الديني الذي اختتموا به فعاليات هذا المؤتمر وهذه الدورة 34. نحن نتحدث عن 9 جلسات علمية ناقشت العديد من المحاور على مدار يومين، نتحدث عن العديد من المحاور والموضوعات التي جاءت في هذا المؤتمر. من بين هذه المحاور الفضاء الإلكتروني، ضرورة العصر، والفتوى الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. نحن نتحدث عن مؤتمر يناقش مسائل وقضايا الفضاء الإلكتروني بشكل كبير، بالإضافة إلى الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني وتصحيح المسار. وكانت الجلسة الختامية اليوم تحت عنوان الاستخدام غير الرشيد للوسائل الإلكترونية، وكيف يمكن تصحيح هذا الاستخدام غير الرشيد لهذه الوسائل الإلكترونية. نحن نتحدث عن إشادات كبيرة جدا من الحضور والمشاركين في فعاليات هذا المؤتمر. نتحدث عن وفود من أكثر من 50 دولة شاركت في فعاليات هذا المؤتمر على مدار يومين، وتم تقديم عشرات الأبحاث أيضا في هذا المجال، ومجال الفتوى الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والفضاء الإلكتروني تحديدا. هناك ما يربو على 41 بحث تقدم أو تم تقديمه خلال فعاليات هذا المؤتمر. بعد قليل تنعقد هذه الجلسة الختامية التي نتابعها معكم، ونتعرف أيضا على هذه التوصيات التي سوف تخرج من هذا المؤتمر وهذه الدورة 34، التي هي في الحقيقة دورة مهمة للغاية للحديث عن الفضاء الإلكتروني. نعم. وأهميته في ظل ما يدور في العالم. سنتابع معك أحمد حالياً مخرجات هذا المؤتمر. أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.